حياكم مشاهدينا مجددا مع برنامجكم من عمان، وهذه الوقفة هذه المرة للحديث عن جانب صحي وبالتحديد عن متلازمة داون. وزارة الصحة تتابع مجموعة من الجهود المكثفة لوضع برنامج واضح، برنامج زمني لتتبع حالات متلازمة داون في السلطنة، الوقوف على أسبابها، محاولة ما يمكن علاجها من الناحية الذهنية من الناحية الصحية. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وحديث عن آخر الدراسات اللي أوضح ارتفاع نسبة الإصابة بمتلازمة داون في السلطنة، تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال وجود الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، وهو اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزئية والوراثة المجتمعية بالمركز الوطني للصحة الوراثية. مساء الخير دكتور. مساء النور أخي راشد، مساء عليك ومساء على جميع السادة المشاهدين. حياك الله دكتور. قبل أن نتكلم بلغة الأرقام والإحصائيات، نريد أن نسأل سؤالا عاما، هل متلازمة داون مرض؟ حقيقة خلينا نعرف بداية ما هي متلازمة داون. متلازمة داون هي من أكثر الأمراض الوراثية المتعلقة بالخلل الكروموسومي العددي انتشارا في العالم. من أكثر الأمراض إذن مرض. نعم. يعني إحنا لو طبقنا عليها النظم التعريفية المجردة راح تكون مرض، لكن راح نوضح إن شاء الله في القادم بإذن الله ما يميزها أو يميز متلازمة داون عن غيرها. كذلك هي أكثر الأسباب أو تعتبر سبب الرئيسي حقيقة لأمراض التأخر الذهني كذلك على مستوى العالم. ببساطة متلازمة داون إحنا نعرف إن عند كل إنسان 46 كروموسوم في كل خلية. صاحب متلازمة داون أو المصاب بمتلازمة داون يكون مع كروموسوم زائد، يعني 47 تقريبا، هذا في معظم الحالات. الكروموسوم الزائد هذا يكون عادة في الموقع رقم 21، ولذلك يسمى بثلاثي 21. الإشكالية في متلازمة داون الكروموسوم الزائد هذا أو الجزء الزائد يحمل جينات كثيرة، بالتالي راح يكون ما يسمى بالأوردوز أو الجرعة الزائدة من الجينات اللي راح تكون معبرة في جميع خلايا الجسم، وبالتالي كل عضو من أعضاء الجسم هو متوقع أن يتأثر بهذه المتلازمة. لفظ متلازمة أخي راشد هو يستلزم وجود مجموعة من الأعراض كي يطلق على الظاهرة المرضية متلازمة. مثل ما نلاحظ من خلال الصور والرسم البياني والإحصاء اللي كان قبل قليل، ارتفاع في حالات الإصابة بمتلازمة داون في السلطنة، يعني من 80 ل110 حالات متلازمة داون تولد كل عام، هل هذا يعتبر ارتفاع؟ حقيقة نعم. والنسبة العالمية هي من حالة واحدة لكل 600 ولادة أو لكل 500 ولادة. عندنا في السلطنة احنا بدينا في التقييم الإحصائي مؤخرا حقيقة، وتوج الأمر بإنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية الذي يحظى بكل الدعم حقيقة من معالي الوزير الدكتور أحمد السعيد الموقر بالقيام بهذه الدراسات من أجل بناء سياسات تدخلية علاجية وقائية بناء على هذه الدراسات. الإحصائيات في السلطنة تمثلت في ولادة حالة متلازمة داون بين كل 350 ولادة حية. من كل 350 ولادة حية هناك حالة متلازمة داون متوقعة، بمعنى آخر حالتين وثلاثة من عشرة، تقريبا 2.3 لكل 1000 ولادة. هذا مثل ما نلاحظ من خلال الشاشة الرسم البياني اللي يوضح. نعم هذا يوزع في 2012. أيوة في عام 2012 توزع الحالات على متلازمة داون الحالات المشخصة بالمركز الوطني للصحة الوراثية. هذا ارتفاع الحالات المقيدة من 80 حالة إلى 110 حالات مولودة سنويا. طبعا احنا يعني نقدر ان هذا الشيء يعتبر ارتفاع كثير في عدد الحالات، وبالتالي ارتأت وزارة الصحة على يعني توجيه اهتمام مركز. قبل ان نعم. يعني نصل الى مرحلة العلاج والوقاية، وقفتم على اسباب هذا الارتفاع؟ نعم، هو حقيقة متلازمة داون تتلخص في اربع اسباب رئيسية. السبب الرئيسي هو سوء او عدم الانقسام المتوازن للخلية، وهذا الشيء يشكل 95%. السبب الآخر هو عملية الانتقال الكروموسومي المتلاصق، وهذا يشكل تقريبا من 3-4%. الأقل جزء اللي هو جزء الموزايك أو الموزايك اللي يكون في بعض الخلايا طبيعية وبعضها لا. مع تطور علم الوراثة الجزيئية الحديث تم اكتشاف البورشن أو الجزء اللي في كروموسوم 21 اللي لو تواجد أدى إلى ظواهر مرضية متلازمة داون، وبالتالي عندنا الآن أصبح في عندنا سبب رابع، ويتمثل هذا السبب الرابع في وجود هذا الجزء زائد أو ما يسمى بالدوبليكيشن أو تضاعف وجود هذا الجزء. هذه هي المسببات المعروفة. طبعا من زمان عرفت قاعدة هو ارتباط ولادة طفل متلازمة داون بتقدم عمر الأم. حقيقة هذه قاعدة يشوبها شيء من النقص وبحاجة إلى التدقيق، ولم تكن هي القاعدة الرئيسية. يعني كانت القاعدة كل ما كان عمر المرأة أكبر بالضبط، ولكن لوحظ إحصائيا في كل مكان في العالم أن معظم الحالات يعني يصل لحتى 80% من الحالات تولد لأمهات لم تتجاوز 35 من العمر، وبالتالي هذه القاعدة تم استثناءها أو هي حتى يعني أصبحت مش رقم واحد صحيحة ودقيقة بالضبط. إذن ما هي الأسباب؟
الأسباب حقيقة هي أسباب جينية بحتة. هناك عدم انقسام للخلية، معظم الحالات يكون من جهة الأم طبعا، عدم انقسام متوازن من الخلية، وبالتالي راح تكون الزيادة هذه قادمة في الخلية هذه مع الخلية الأخرى اللي تشكل التكون الخلقي للجنين الأساسي. نعم. وهذا هو المسبب الرئيسي. نعم. طيب يعني دائما نتساءل، طالما أنهم من بيئات مختلفة ومن أجناس حتى مختلفة ومن بلدان مختلفة، لماذا أشكالهم تتشابه دكتور؟ حقيقة هو الجزء الزايد هذا في الكروموسومات اللي يوجد في جميع الخلايا، يعني جميع الخلايا الجسم راح يكون معها هذا الجزء الزايد، وبالتالي المظهر الخارجي نتيجة وظيفة الجينات المتواجدة في هذا الجزء راح تعطي نفس الوظيفة، وهذا ما يميزهم عن غيرهم من الناس الثانية أو الأجناس الثانية اللي عندهم كروموسومات عدد طبيعي، وبالتالي يتمثل ذلك في ظهور المظهر الخارجي المتماثل. كذلك هم يتشابهوا في صفات عديدة، صفات رئيسية مثلا يعني يولدوا الأطفال هذول بارتخاء في مستوى العضلات في الجسم. الله. كذلك يولدوا بعيوب خلقية تشكل 45% أحيانا منهم في القلب، عيوب خلقية في الغدة الدرقية، في الغدة الصماء بشكل عام، يصابوا كذلك في ظواهر خارجية مثلا في العين تكون مميزة، في الرأس يكون مميز، كذلك في الأصابع أحيانا ما تكون بالشكل الطبيعي. في صفات عديدة، وأهمها طبعا احنا نبحث عن الأعراض المرضية اللي هي تأثر على الحياة، القلب وما يماثل يعني وجود مثلا فتحات معينة، وظيفة الغدة الدرقية، الأمعاء أحيانا يصابوا بنقص خلقي في الأمعاء وحتى انسداد في الأمعاء، وهذا ما نسعى له. احنا نسعى في وزارة الصحة بإذن الله لتوفير برنامج علاجي متكامل. جميل. من أجل رفع جودة الحياة لدى الطفل المصاب ومساندة الأسرة كذلك. نعم. طيب دكتور، طالما أن العلم الطبي يتقدم ويتطور حتى بشكل يومي وبشكل متسارع، ليش ما تتدخل وزارة الصحة قبل إنجاب هذا الجنين في إسقاط مثلا هذا الجنين؟ والله سؤال جيد أخي. هي القضية أخي راشد، القضية أن موضوع الإسقاط من غير هذا يخضع لقواعد تحكمها عرف اجتماعية، قبل العرف الاجتماعي أمور دينية وعرف اجتماعية، كذلك العمل عليها يجب أن يكون ضمن أطر يعني موضوعة ولجان مختصة موجودة في الوزارة. هذا الشيء لم يتم إدراج متلازمة داون في هذا المجال لعدة أسباب يتم نقاشها أو راح يتم نقاشها إن شاء الله متى ما تروح الموضوع، لكن موضوع الإسقاط هذا له ناس ثاني ولجان أخرى متخصصة فيه. نعم. نعم. طيب بالنسبة للتعامل مع هذه الحالات، كيف يتم التعامل معها ذهنيا صحيا؟ نحن نعرف أن الكثير من الأسر للأسف كأنها تخجل من ابنها المصاب بهذه الحالات. صحيح. فكيف المفروض أن تتعامل مع مثل هذه الحالات؟ صحيح، هو مستشفياتنا في السلطنة الحمد لله لديها من الكوادر أولا، ولديها كذلك من الأجهزة للتعامل مع مخرجات متلازمة داون. ما نقوم بحاليا أو ما ننوي عليه إن شاء الله هو إنشاء مشروع متكامل من أجل وضع برنامج علاجي يطبق في جميع مستشفيات السلطنة. ممتاز. البرنامج العلاجي هذا يستلم الطفل متلازمة داون بعد التشخيص مباشرة، أي في الأسابيع الأولى من الولادة، ومن ثم تطبيق القواعد التشخيصية كالبحث مثلا إذا ما كان عنده خلل في جهاز معين في جسمه يجب توجيه العلاج مباشرة لهذا الجهاز. راح نحط بإذن الله جدول مرتبط بعمر الطفل من شهر إلى 15 سنة بإذن الله وهو قيد الدراسة، وهذا الجدول يتم مراجعة الطفل أو المصاب بشكل دوري لأقرب مستشفى مرجعي. راح نقوم إن شاء الله بإنشاء هذه السياسة بإذن الله، يعني هي مازال تحت الدراسة بإذن الله، لكن نأمل إن شاء الله أن نحقق على أرض الواقع بحيث تكون متوزعة في مختلف مستشفيات المرجعية، وهذا ما نسعى له. نعم، جميع برامج وزارة الصحة تستهدف المواطن أينما كان. لا. طيب لكن هل كوادرنا الصحية والطبية مؤهلة لاستقبال هذه الحالات؟ حقيقة هذا جزء مهم، العملية التعليمية والتدريبية منوطة بالمركز الوطني للصحة الوراثية ومنوطة كذلك بالشؤون الصحية بوزارة الصحة. سعة الدكتور محمد الحوسني وكيل الوزارة حقيقة قائم على هذه المجال بتنمية وتشجيع البرامج الصحية، ونسعى أن يكون متلازمة داون أحد هذه البرامج. نعم. طيب بالنسبة لبعض العيوب المتعلقة بالعيوب الذهنية مثلا أو الحالات اللي المرتبطة ذهنيا بهذه الحالات، كيف يتم التعامل معها؟ هو يعني في الغالب يعني متأخرين. نعم نعم، هو راح يكون تقريبا الآي كيو أو ما يسمى بمعدل الذكاء يتراوح بين الشديد والمتوسط لدى أطفال متلازمة داون. يتم ذلك طبعا عن طريق إجراء الآي كيو تيست، ومن ثم تقييم الحالة ما إذا كان شديدة أو متوسطة، بس لازم راح يكون في تأخر ذهني. أطفال متلازمة داون حقيقة بحاجة إلى عملية تعليمية مركزة، بمعنى آخر عملية تعليمية خاصة. في الوقت الحالي يتم إدراج بعض الحالات ذوي يعني تأخر ذهني المتوسط أو الخفيف أو الأقل عفوا في المدارس الطبيعية، يعين لهم بعض الفصول حقيقة في بعض المدارس، وهي تجربة إن شاء الله تحتاج إلى تقييم بس بوادرها تبشر بخير.
راح نسعى بإذن الله على أساس أن يكون هذا جزء من البرنامج العلاجي يعني في بعض المدارس المتخصصة الموجودة في السلطنة، وإن شاء الله يعني راح يكون في أكثر من ذلك. نحن نتمنى السلامة للجميع، لكن هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأطفال يعتبروا من أشخاص ذوي الإعاقة؟ يعني إذا احنا طبقنا التعريف هو نعم عندهم تأخر ذهني، نعم، وهذا التأخر الذهني يندرج عند الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نسميها كذا أفضل، ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه الاحتياجات الخاصة هي مسؤولية مش فقط وزارة الصحة طبعا، ولا الجهاز الحكومي، هي كذلك مسؤولية المجتمع المدني. احنا عندنا جمعية المتلازمة داون حقيقة تقوم بأعمال جيدة، وبس احنا بحاجة إلى تعاون من جميع أفراد المجتمع، وهذا جزء من عملنا في مجال التوعية كي يكون المجتمع شريك أساسي في إنجاح أي تجربة علاجية. بالضبط، يعني جهودكم لن تكتمل بالنجاح إلا إذا تعاون وتعاون الأفراد معكم. نعم، جنبا صحيح. إلى جنب، نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، نتمنى فعلا هذه الإحصائية في القادم من السنوات تبشرنا بانخفاض هذه الأرقام بشكل أكثر واضح. نشكرك على وجودك معنا الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية والوراثة المجتمعية بالمركز الوطني للصحة الوراثية. شكرا لك يا دكتور. أشكرك أخي راشد، وإن شاء الله نكون وصلنا رسالة صحيح. شكرا.